البراميل الله اكبر البراميل الله اكبر لازم يرش البراميل الله اكبر 26/4 غارات جوية وقذائف فدمار وحرائق وقتلى، تسلسل دموي دخل في يوميات السوريين الذين يعيشون حربا لا مؤشر إلى خواتيمها. العاصمة وريفها محور المعارك، حيث قتل عدد من الأشخاص في قصف مصدره القوات النظامية على مدينة دوما في ريف دمشق. وكان المرصد السوري أشار إلى غارة نفذتها طائرات حربية على المدينة في الوقت عينه. أفاد المرصد عن قصف بالمدفعية والدبابات على مناطق في معظمية الشام، في حين استمر القصف لليوم الثالث على التوالي على حي برزة شمال دمشق الذي شهد الجمعة أعنف الاشتباكات في العاصمة منذ بدء الاضطرابات في سوريا. وشملت الغارات الجوية اليوم مناطق أخرى في ريف دمشق وفي حلب واللاذقية ودرعا والحسكة وإدلب. في الشأن الكيميائي يستعين بعض الجنود السابقين بمعلومات استقوها على شبكة الإنترنت وبما يتذكرونه لتصنيع أقنعة واقية من الغارات السامة والسلاح الكيميائي، مستخدمين عبوة فارغة وفحما أسود وقطنا مغمسا بمشروب غازي. وإزاء التصعيد الغربي، اعتبر وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا عن استخدام محتمل لأسلحة كيميائية في سوريا هو كذب وقح. وبعد يوم من تصريحات مسؤولين أمريكيين أنهم يشتبهون بأن غاز السارين المميت أطلق في هجمات محدودة، بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما مترددا في إقحام الولايات المتحدة في عمل عسكري في سوريا، محذرا من أن استخدام هذا السلاح يمكن أن يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في سوريا. كما وعد أوباما بإجراء تحقيق دقيق أمريكي ودولي بشأن المعلومات الأخيرة. الأمم المتحدة أكدت بدورها أن محققين لديها بدأوا جمع أدلة خارج سوريا بشأن احتمال استخدام أسلحة كيميائية، بينما وجه أمينها العام بن كيمون رسالة إلى الأسد طالبا السماح بدخول سوريا. ومن الجهة الإسرائيلية، حذر واستنفار من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية أو من خطر وقوعها في أيدي المتشددين.